يا همام! أين كنت يا أخي؟ أقلقتنا عليك. وأين وائل وجساس والجليلة وأختك زهراء؟ لا تسأليني عن الآخرين، لا أعرف شيئا عن أحد. بالكاد أستطيع أن أتذكر أين كنت أنا. وأين كنت أنت؟ وأين سأكون؟ في سكرة عند حسناء. في سكرة، ولا تأخذ أبي معك، سيغضب منك كثيرا. أنا آتي لأخذه، ولكن بعد أن ذهبت الحسنة. خذنا معك نحن إذن. سنذهب كلنا، هناك خمر يكفي للجميع، تعالوا معي. ألا يبقى في العائلة كلها واحد في تمام عقله؟ ما الذي يفعله هنا إن كان لا يصطاد؟ لا أحد يعرف. ربما هو لا يعرف، إنه يجلس وحيدا ويظل يشرب ساهما حتى المساء. انظروا إليه. الخائن يشرب من ورائي. دعني أوضح لك الأمر. ما الذي ستوضحه أيها السكير الأحمق؟ لو كنت في سكرة ونسيتني لما غفرت لك. ولكنك تسكر وحدك ولا تنتظرني. أو تتذكرني أيها الخائن؟ أتذكرك لكي أسفك دمك أيها السكير العربيد. تخططون لشؤون القبيلة من دوني. أنت تعرف أنني لا أفعل شيئا من دونك، ولا أخفي عنك شيئا. أليس هذا ما تعاهدنا عليه؟ وأنا لم أخن عهدي. حالما استطعت المجيء إليك جئتك. حالما خفتما على خالكما السكير؟ لن أجهز عليه، لأن جسمه مليء بالخمر بدل الدم. ولو طعنته لعبأت رائحة الخمر هذه الصحراء كلها. هيا تعال واحكي لي كل شيء. تعال.